خلي بالك من كلامك. خلي بالك من كلامك، النهارده الموضوع مختلف، وبما اننا بنتكلم عن حرب اشاعات بيتعرض ليها النادي الاهلي، كان غريب جدا بالنسبه لنا ان الاشاعات تكون جايه من قناه تايم سبورت اللي هي كانت موجوده ايام بطوله الامم الافريقيه لغرض كان من شانه ان هو يرجع الروح الرياضيه، يقرب الناس لبطوله الامم. فاكتشفنا بعد نهاية بطولة الأمم القناة بتاخد مسار غريب جدا، وتحديدا في أحد البرامج. خلينا نقول بعض البرامج تحديدا في أحد البرامج اللي احنا عشان نحط ضوء عليه لعل وعسى ما يكونش الفكرة متشافة. نشوف الفيديو ده ونرجع نعقب. خبر النهاردة إن مسؤولي النادي الأهلي والجهاز الفني مستائين من وليد أزارو مهاجم الفريق بعد أزمة كبيرة عملها مع واحد من أعضاء النادي القدامى والبارزين. الأزمة دي بدأت بعد آخر تدريب ليه قبل السفر للمغرب، لما عضو النادي اتكلم مع أزارو وقال له مستواك قل في الفترة الأخيرة ولو عاوز تمشي قول، لكن اللاعب رد عليه بأسلوب غير لائق وكاد الأمر يصل لاشتباك بالأيدي، لكن الحضور منعه تطور الأمر. ولما المجلس عارف المشكلة دي وكمان الجهاز الفني خدوا قرار إن رحيل اللاعب بقى مسألة وقت، سواء في الانتقالات الصيفية الحالية أو إنه هيكون أول لاعب هيرحل في يناير لو ما جالوش عرض مناسب ولحق يمشي في الأيام الباقية قبل نهاية الانتقالات الحالية. 7 في 7 بقى عارف إن وكيل مؤمن زكريا ابتدى يتلقى أكثر من اتصال هاتفي من مسؤول نادي بيراميدز لاستطلاع رأيه في إمكانية التعاقد مع مؤمن زكريا في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، واللعب بنسبة كبيرة كده ممكن ينتقل للفريق سواء في الصيف الجاري أو فترة الانتقالات الشتوية. الاجتهاد في الأخبار شيء جيد، بس مش لدرجة إن صدر مشاكل للنادي الأهلي بدون الاستناد لأي دليل. حلو قوي إن أنت تكون كإعلامي بتشجع نادي أو منتمي لنادي، بس أنت طالما في قناة حيادية مش مفترض يكون أدائك كده، ومفترض إن أدائك يكون حيادي ومهني بشكل أكبر. فقرتنا الأولى عدت بسرعة، نطلع فاصل ونرجع لفقرتنا الثانية.